أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وطر مضى. ولقانا في هذا اليوم مع أحد رجال قبيلة بني هاجر المعروفة، هو الوالد محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين، لنتحدث معه عن بعض الذكريات القديمة ومسقط رأسه منطقة الخرسعة. مساك الله بالخير أيبة. الله يمسيك، وش حالك؟ الله يعافيك، بشرني عنك. طيب يا ربك طيب. الله يسلمك. نشكرك في بداية اللقاء على سعة صدرك واستقبالك في المجلس. لا شكر على واجب عمرك. الله يرحم والديك. والديك. يبقى نبي نعرف المشاهدين عن أول ما نشيت وانت صغير، وين ربيت وفي منطقة وشون كانت حياتكم في ذاك الوقت؟ والله أنا ربيت طال عمرك وأنا صغير يتيم. نعم. يتيم من أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. ربيت عند عمي، عند حياة عمي الله يرحمه. أي نعم. كنت أنا حليو صغير، ما نبعود يعني ذاك الوقت، ما أذكر والله. ربيت عنده وعقبه أروح معه، أجي معه، أطرش معه. نعم. يعني البلاد أروح معه وأجي. الله الله. هذا اللي أنا منطقة الخرسعة حدثنا عنها، من كان معاكم فيه، من نازلها؟ ما بهلا جماعتنا كلهم. نعم. هذا الجماعة كلهم صحيح، كلهم بالنعم، كلهم إلى الآخر كلهم. فيها دور بنيان بنيتوه ولا تشدون وتنزلون في ذاك الوقت؟ ذاك يعني الوقت ما فيه بنيان، بس بيوت شعر. بيوت شعر ولا جاء وقت المندى. أي نعم. يندون العرب يتبعون الحي. أي نعم. مناديهم وين؟ صوب السدري، صوب أم سمرة، صوب الرويضات. نعم. هذه مناديها، منادي الخرسعة. صحيح. شمال صوب الطويل، صوب العسيلة، هذه مناديها الشمالية. الخرسعة فيها يبه عد؟ عد ما فيها عد؟ ما عد ما. نعم. ثانية ثانية ثانية. حد من الديار اللي حولكم ولا من البدو يعني يردون منها ولا بس محسوبة عليكم انتم؟ اللي حولها يرد، كل يرد ويروي ويصدر. العد هذا، عد الخرسعة، كم قامة تقريبا يعني يسوي له، تذكر كم؟ والله ماني بعارف عنه، لكن الله أعلم انها من الأربع إلى الأربع، حول أربع قيم ولا. نعم. خمس، لأنه يصنع. نعم. على يعني على بعيد، على ثانية. لا لا، على ثانية، على ثانية تبكرامة. أي نعم. الرضان اللي تنزلونها بالمكانات اللي حولكم تسميها لنا؟ أي نعم. الرياض اللي هم يشدون فيها السداري، أم سمرة الطويلة. نعم. أم ثنيتين. صحيح. أم عبيرية، أمات الصلال، الرويضات، هذه ما ناديها. نعم. اللي هم يشدون فيها دائما إذا جاء وقت الخير. نعم. شرق السحامية، جنوب مطاقة السحامية. نعم نعم. والأبهرية، هذه بعد منادي مطاقة. أيه. منادي مطاقة منها جنوب. الحين الولد الصغير اليوم انك صغير يعني هلك شو يقولون لك من الشغل؟ يعني يقول لك والله اشتغل في شنو ولا تخدمهم في شنو؟ اخدمهم طال عمرك بكل شيء، اما في غنم. نعم. ولا الحق ركاب اجيبها. نعم. وانت بكرامه، ولا حمير نرد. نعم. نجيب. نعم. الحمير ونرد. نعم. عليها للماء نروي ونعوي. حطبون ونحطب. نعم. الحطب طال. نعم. عمرك فيه رجال الحطب ذاك الوقت. نعم. يحطبون، والحطب ياسر تقطعه، لكن ما كانك تقطع من ذا الحطب شيء، من كثر الشجر يعني، من كثر. نعم. الشجر يحطبون، يعزبون لهم يومين ثلاث ايام. صحيح. ويباتون ويقصون الحطب. أيه. ويشلخونه ويخلونه يبس، يعودون صوب الجماعه نهار ثالث يعودون عليه. أيه. يلمونه كله ويحملونه ويجيبونه عند البيت ويخلونه الين يبس يعني، الين يبس شوي. نعم. ويحشون حشيش طال عمرك، وبعدين يصبونه على ذا الحشيش. نعم. ويربطونه بحبال ويشدونه على الركاب الاول. يبقى اذا جيتوا تحشون الحشيش توسمون الارض، يقولون الاول يعني عندهم عرف الاول البدو او اهل قطر، اللي جاء في قري ولا في روض وشاف غلظ العشب علم، سوى العلام ولا حط له حصى مثل ما تقول ينيشنه، يعني انه ما حد يقرب، انها في ناس سارقين عليه. لا لا لا، انت حش وانا بحش، ما عندك مشكله. في طرف روض. اي. لو اربعه ولا خمسه رجال حش تحملونها، كلني حش ويغمر حشيشه. أيه. ومعروف حشيشه،
تحملون غمور على المطاعي على ظهور المطاعي. هذه عاد عقب ما يحش يغمر. نعم. يعني الجنبه مثل منه وهناك. نعم. الجنبه. صحيح. الوحده ويربط عليها بحبل. يربط عليها. اي نعم. وعقبه يجيب البعير وينوخه ويحملها عليه ثنتين. يرفعونه فوق يعني يرفع عود مو بشوي. اي بالله ربع وشوي تعدى البعير فوق. نعم. لكن هم يربطون في المشامه الحبل في المشامه يربطونها ربط عدل. ليه سرحتم من ديرتكم من الخرسعه؟ تبغون تجلبون الحطب ولا تجلبون الحشيش في الدوحه؟ وين كم يوم تاخذون ولا؟ يومين. يومين؟ اي يومين، نهار ثاني انت تضوي البلاد. نعم. بتسرح. صحيح. وبتقيد. نعم. وبتروح. شفت؟ نعم. ندركك تضوي ولا الصبح؟ وتجي الريان وبتمشي في الريان وبتغبش. تبون السوق. تبغى السوق. نعم. تغبش للسوق. وتبيع حشيشك وحطبك وهنا وتاخذ اغراضك اللي تبيها. ذاك يعني تبيعون وتميرون اهلكم. اي نعم. من جي هناك فكت المطايا خلاص. يعني حمول البعير هالحشيش والحطب هل كم يساوي في ذاك الوقت؟ على 5 ربيات وعلى 3 ربيات. أيه. وعلى تسوي شيء الخمس ربيات؟ اي تسوي بالله تسوي بالله تحمل مطاياك من عيش من قهوه من اي حاجه مر من لباس من قناط من كل شيء. يعني ميرها له كامل. يمير تشد ركابك كلها مره بتميرها كلها مره فلوسك وباقيها بعد بعود جديد. تجلبون غنم بعد ولا ابل؟ تجلب غنم. نعم. كم ذاك الوقت الخروف اللي صاف فم عمه كم يساوي يعني؟ ايش ما له قيمه، قيمته بسيطه. كم يعني؟ الخمس عشر. اي خمس عشر هذا سعرها. نعم. قبلت بر قطر في ذاك الوقت بر قفر يعني ما فيه صيد بر قطر. بر قطر يتوصف به ذاك الوقت. نعم. في الصباح اذا طار القطار. أيه. يوقظها من المنام صوت القطار طار اصفر عليه الصفر وطار القطار. نعم. والحباره الارنب الكروان مره كل شيء ياسر. سبحان الله. نعم كل شيء ياسر ذاك الوقت. يعني الامطار متلاحقه عندك؟ نعم. تلاحق عليكم الامطار ما بوقت الا بوقته مره كل وقت بوقته. ولا كان وين يهيش الحطب ذا وتعين حطب فيه بس بيروح. والفقع والخير. والفقع وكل شيء. والعرب على حلالهم. نعم. ذاك الوقت على حلال على اللبن. نعم. على التمره وعلى كل خير. يعني اكلهم وشربهم من اي نعم من حلال. حلالهم. نعم. نعم. ما خالطهم شيء من ذا المعلبات؟ لا ما في معلبات ذاك. ايه. ما تطرى. نعم. معلباتك اليوم ما تطرى. زين قلت لي مسرحكم مني يومين لين توصلون الدوحه. اي نعم. والله مسافه مو بعيد. وبعد بتعود يومين. اي اي كلها 4 ايام. نعم. رايح محمل ومعود محمل. ايه. بعد. نعم. بر قطر يوم انك تقول اضطر الحباري الحين والقطع تقنصون في ذاك الوقت؟ عندكم طيور تقنصون فيها ولا؟ ليش يا رب عندهم طيور ذاك الوقت يقنصون. نعم. حكم وش يقنص؟ ما تولعت انت بالطير؟ هو تولعت هنا قريب هذا مو. نعم. يوم عرفت الطيور ذيك الحين ذاك الوقت ما عندنا انت بكرامه سلق. نعم. نقنص بالسلق الارانب بس. يعني ولا الطيور اللي انا اقول لك تجينا من صوب فارس من ناوي الطيور بعد سعرها سعر ها رخيص يعني رخيص بالماء لكنها كلها بركه. ومن سكر الطير اذا سكره عدل ونعلمه ولا تعلم تعلمونه من صيد من صيدكم يعني ولا؟ اي الارنب اذا صادتها السرقه طال عمرك. نعم. كسرنا فيها شيء وبشطنا دانيها من شان يظهر فيها دم. نعم. ونهدها له تجرى عليها الطير ويصيدها. اي نعم. ولا صادها اشبعناها عليها وعقبها نوجبه ونهد واسمك الرحمن الرحيم. وبتجي عاد عقبها لفوه الكراويل. الكراويل. نعم. والحباره. نعم. وهاي ما يجي اخر الوقت الا هو قده صايد وحاشي صايد مره. نعم. نعم. الطير راح الطير يودم الفريق. ما في كلام. صحيح. نعم. كم يضوي في اليوم يعني في بر قطر؟ احنا نسمع الحين اذكر من عند هنا ومن عند شيبان يقول لك والله الاول بر قطر فيه وفيه من الصيد.
لكن احنا ما شفنا هالشيء ولا لحقنا عليه. ها لا بل لم تلحق عليه. وين راح ذاك اللي تسولفون به وين راح؟ اثنوه طلع ما فرت الشوازن يوم جات الشوازن العبوب. اي صديق قطر والله لو يحلف الرجال اني يحلف يا ربي قطر ما يخلص دب الحياه. ربي قطر سبحان الله شو؟ اجمل اجمل اصبع قطر واحد يوم طال عمرك يوم جات السيارات والشوازن. نعم. كل يوم الواحد يهدف له 30 40. على طاري الضبع يبه الضبع الاول في ناس يقولون اشتهروا عندكم في قطر في صيد الضبع. نعم. تذكر حد منهم ولا؟ اذكر محمد الحساوي. نعم. هذا تسمع وابن خرباش حميد. نعم. وابن شيراء علي. نعم. وحياة بن عجلان نفيب. نعم. وابن الاسود حمد. هذا اللي معروفين في هذا الصيد اللي معروفين هذا قوانص الشيوخ. نعم. هذا اللي يقصون للشيوخ خامسة حد لنا. نعم. خابر كان أذكر شيء وأنا ما أذكره. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونواصل حديثنا مع الوالد محمد بن سعيد بن الأجبع الخيارين. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل لنواصل حديثنا مع الوالد محمد بن سعيد بن الأجبع الخيارين عن ذكريات المقناص والبر. يبه ذكرت أنت حين عن المقانيسكم وعن بر قطر في ذاك الوقت، ذكرت الأماكن الجنوبية اللي ذكرتها كلها، شمال بعد توصلون وين لحدكم في الشمال اللي طلعتوا مني سجيتوا في المرابيع إلى قصر الزبارة إلين للشو حلوان. نعم. والمناطق ذي. نعم. نعم. تنزلونها يعني من عمان. نعم من عمان. نعم. نزلنا على عمان فرح نشجعنا منه ونزلنا. نعم. عليه ذاك الوقت ربيع. نعم. ربيع صحيح الزبيدي مرة من اللي يفقع يشوف الزبيدي من البعيد ولا والله شوف. نعم. عيني أنا اللي شايفه بنفسي. إنه على طول شوفي إنها تروح قاعد كذا بس خبره وانها مثل العظم البالي بياضها ما له من القطة. ها اقول ما له من الشلة. ايه رايح انا ويا عمي صوب حياة حمير الله يبيح منه قايل لعمي تعال اخذ لك منايح لعيالك. نعم. قلم وسارحي يوم ظهرنا على القريات اللي كذا من اسمها لا بياض الفقع سبحان الله. اي والله يوم احنا معودين احط قطرتي واقعد اجمع فيها من الزبيدي وحن سارحي سولفنا معاك قبل اللقاء عن وجبت لنا قصه عن الذياب وفي ذاك الوقت كانت قطر فيها ذياب ذيب الله. نعم. قطر الاول فيه ذيب صحيح. نعم. الشمال وفي الجنوب اقول لك انا محول مع الواجن سويلمه. نعم. مع سويلمه. اي واقرع القلم تسمع الطيران واقرعها. نعم. انت صغير في ذاك الوقت صغير بازر. نعم. ماني بعود و ويوم شفت الواجد اشوفه سواده وش ذيك السواده وقلبي يرقى متروع. نعم. صراحه متروع ما تكلم كلام ما ينسمع كذا. ايه. ولا يوم فك الشاه ولا الشاه جايه قاعد لها هو متحضنها قابلها بحلقها. ايه. وقاعد بين يديها. نعم. نعم. وامه جنبه امه عجوز ما عاد لها ضروس. سبحان. المهم صحت عليه يوم صحت دلقت القلم صوب العرب صيحت عليه يروح ولا عليه مني يصير على يسلفت عليه. نعم. المهم الله فك لي فيه وضويت ويغير على جماعة جيراننا. نعم. وياكل عليهم ثلاث في المراح. سبحان الله. ذاك اليوم الذيب ذاك الوقت يعني في كل مكان الذيب في كل مكان. نعم. هذا عند رطب ونصر. اي اللي في درب واللي صحيح في الزغين عند. نعم. جباله وفي دخان في كل مكان. نعم. لكن حياة العتيبي حسن الله يرحمه لعبهم يذبح يرميهم يعني يرميهم. نعم. نعم حياة حسن على حسب علمي انك اشتغلت في شركة دخان. نعم. حدثنا عن اول ما ضميت شلون طريقة يوم انك تضم عندهم وتشتغل. انا كنت طال عمرك في اول ما ضمينا في تبع النظام. نعم. النظام هاي النظام تبع كوكرين. اي وعقبه انت قلت الى دريول.
عندهم عندهم نفسهم والروح مباب 9 شهور ما سولنا شنظور محمد محمد شنظور ما سولنا معروفنا وفنش عقب 9 شهور واروح المدركات بن سعيد واقعد اراقب بيت الشركه فيه علي بن عطيه هو اللي ضم والله يوفقني ذاك المره واضم ما اروح بن سعيد وياخذون علي فحص وانجح واروح ادخل هذا متى اشتغلت هاي عام كم تاريخ 9 تاريخ 20/9 20/9 53 باقي كم من الأربعة تدخل نعم 3 شهور أو 4 أي نعم وحتى قالوا لي صغير يقول لي ذاك الوقت صغير هذا ما عقبه الحمد لله سهلت الأمور اشتغلت في سيارات صغار تذكر يبقى رقم الوظيفة اللي أخذته في شركة إدخان وين رقمك رقمك الوظيفي ما الوظيفة أي معروف عندي حافظة على صدر كم 8/9 3/6 هذا كود نمبر يسمونه كود نمبر مثل العساكر هالعساكر الحين ما ينسى العسكر لو يعمر ما ينسى رقمه انت واهل الشركه كلكم نفس الشيء هذه طال عمرك هذه 8/9 3/6 هذا يسمونه كود نمبر نعم كود نمبر والبي سي نمبر بعد 1/3/8/4 وعقبه غيروه لي 2/8/1 ما شاء الله هذه ارقام اشتغلت دريول عندهم في السيارات اشتغلت الاول كان في السيارات الصغار عقبه طلعت على السيارات الكبار نعم تيادر سيارات كبار جينا في كناور وسيارات كبار لكن شفنا هالويل شفنا الويل فيه يعني الشغل كليف عليكم كليف كليف طال عمرك ولا به قار نعم الى من ضربنا الطلعه والموتر عليه تركتر ولا نعم. عليه شيج بوم ولا عليه أيه نعم. حمول ثقيله قام يلوس ويعود نعم. هذا اللي يذبحنا ها احنا نتفادى الشيء ذا ما نمشي لين تحف الرشه نعم حبه الرشه مشينا صحيح ولا دام الضباب عليها يقعد الموت على يلوس اي نعم وخطر ها خطر يعني عقب السيارات ذول الكبار انتقلت الى الكرينات الشياول والبلدوزرات ذول الكبار لا 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 بس كرين أيه. كرين كبيرة وفي كرين صغار نعم. يعني السوق الصغيرة والكبيرة نفس الشيء نفس الشيء نعم أي نعم والله تشتغلون في رمضان يعني ما يحنونكم من الدوام في رمضان لك وقت لك وقت أيه. يعني كذا ساعة تشتغل وتبند نعم أي ترتاح الشركة شو اللي غيرت عليكم من عقب يعني أول ما دارت الأعمال عندكم في الشركة انتوا بدو وتشدون وتنزلون ما تعرفون الامور هذه كيف يعني تعودتوا عليها وكيف اشتغلتوا فيها اشتغلنا فيها طال عمرك وعشنا ذاك الوقت طال عمرك 3.5 نعم 3.5 ربية المعاشات اليومية اليومية 3.5 يقبضونكم يوميا ولا شهريا لا لا لا, لا على دور الشهر هو شهريا ايه 75 ريال تقريبا نعم وعقبه ترقت على عمرك لين 5 ريال لين رقت يعني لحقنا لا المعاشات يسلمونكم اياها على دور الشهر اي راس الشهر تروح للحفيز نعم الحفيز تستلم في سيارات توصلكم عند اهلكم ولا مقيمين انتم لا 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 احنا اللي عنده سياره حد من ربعه عنده سياره يركب معه ويروح ولا نركب سيارات الشركه اللي بتروح البلاد تركب وتروح إدخان أو الشركة ما طورت يعني من الموظفين ما تعطيكم دورات ما تعطيكم يعني لا علمت في 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 ناس من الربع نعم دخلوا المدارس نعم ودرسوا لغة ما أخذتوا لغة ما استفدتوا باللغة أنا الإنجليزية أنا طال عمرك درست لبوكون إنجليزي نعم عقب طلعت والربع الباقيين والله درست. لكن يعني تصرف نفسك معاهم على الانجليزي يعني تسولف معاهم وتفهم لهم نعم. نعم حددكم الارزاق على الشغل يعني الحمد لله رب العالمين نعم الانسان بيحتد على الشغل وين يروح عقب ما يعني الادخان والعمل في ادخان وين استقمت عقبها بذاك الوقت؟ اذا قلت خلص منها قلت لك عند اهلك ما عاد يعني في الخرشعه تروحون انتم على الخرشعه ولا على العسيله ولا على مطاقه ولا اي مكان
نعم. اللي انت موجود فيه بتروح الدوحه. متى نزلتوا هذا الدوحه؟ من زمان بدل يعني. من وين نزلتوا؟ في اي منطقه اول ما نزل؟ في الريان. نزلنا في الريان. نعم في الريان. نعم نعم. عقبه نزلت سديت طال عمرك ونزلت في فديق بن عمران. نعم. وعقبه بنت الشركه بيت موجود حاليا في مدينه خليفه. مدينه خليفه. نعم. الجنوبيه. الجنوبيه ولا الشماليه؟ لا لا الجنوبيه. الجنوبيه عند اللي عند الجمعيه. نعم. بابي على الجمعيه. صحيح. باب البيت. عند بيت محمد بن مطر. نعم. محمد بن مطر جنوبي. نعم. لا جنبي بن الاسود حياته فيصل. الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. وواحد اللي قال له محمد الكواري. نعم. توفى. الله يرحمه. وعياله ويله واهله هناك مجمله. الحين عيبه عقب ما عانس ذاك الوقت و بالتعب اللي فيه وبالكلافه اللي فيه ولحقت على الوطر هذا الوطر الرخاء والخير والنعمه، شو اللي ذكرك فيه ولا شو اللي طري عليك به؟ انا وقتنا للحين نعم مو مثل وقتنا ذاك. هذاك انا اشوفه احلى وقتنا بالشركه على التعب وجمعانا على التعب, على التعب وعلى وعلى مراحاتكم اجيال. نعم هذا اشوفه حلو. والواحد اذا حتى جارك جارك نعم انت ويا جارك قصرة صحنكم واحد. نعم العشاء واحد. جاء وقت العشاء لكم كلهم صحيح بيتين ولا ثلاثه ولا نعم اربعه صحنكم واحد. صحيح. رمضان الاول يبه اللي جاكم رمضان في عز الحر وعز القيض شلون تتعاملون معه وشنو اللي والله نصبر على ذا الحر وذا الصيام صوم غصب. نعم هذا شيء مطلوب منك اكيد انه مطلوب منك هي. لكن على فيه تعب وكلام إيه ما فيه تعب. يعني شو اللي اي بالله فيه كيفون نفسكم شنو تتعب طال عمرك تتعب لكنك تجي وتغطط في الماء وتغطي طولك في الماء وتريح ترتاح تبرد على جسمك يعني بس. نعم يجي الدبش تسكي على الماء وتترس الحوض الدبش يرد وتغط ثيابك بالماء وتروح ترتاح. العيد اقول شلون يستعدون له قبل يعني فيه استعدادات له ولا؟ في استعدادات عيد الاضحى ايه. ولا رمضان حق الفطار وما افطار. نعم. والعرب يفطرون كلهم جميعا كلهم ولا استعداد الاضحيه هذه معروفه. نعم. جوه الاضحيه كلنا. يبقى تطلعون رحلات قبل يوم انتم موظفين في الشركه؟ نعم نطلع رحلات. نا. نروح بحريه. تروحون البحر؟ البحر. نجي على السيف هناك. من معاه تروحون ربعكم من اللي كان تذكر والله ربع احد اللي راح الله يغفر له. الله يرحمه. واللي عاد والله ما ادري من اللي عاد حي منهم. نعم. باقي مترف الحميدي. نعم. محمد بن راشد مضيحكي هذا اللي اذكرهم. المناعي جاسم هو اللي قصتك معاه يوم في البحر تقول؟ جمعة. جمعة جمعة. جمعة طال عمرك نسرح الصبح الساعة 6:30 نترخص من الكاتب. اي. ونروح بحر. نعم. وندخل البحر طال عمرك وهو معهم فرد فرد مال البحر. واقبض انا المشك واقعد كل شوي قايص عندي منه ناظر منه ويعطيني واشك فيه لين يمتلي المشك. لا انت راس المشك. يعني كله هو يغاوص ويصيد هو يغاوص ويناولك. اي نعم. نعم. وانا قاعد فوق الحصى. حصى تحتها غبه مصخى. نعم. ما ما لها مرجال. وانا ولا خلصنا سبحنا صوب سيارتنا. أيه. متى عندك 6:30 نطلع 12:30 12:30 نطلع. نعم. ولا وحده نجي هناك انت قهوه وانت غدا من سيارتنا هناك وننطر الساعه 3:30 يروحون علينا من هناك عقب ما يبندون جينا السيارات كل شيء. وهذا يعني طلعاتكم في رحلات دائما يعني مو دائما دائما دائما. نعم. هذه للبحر دائما كل يوم اثنين أطلع. نعم. ولما تعشينا صارت مغرب وخلصنا عودتوا على مكانكم. الله. نعم. هذا محل احنا يبقى لو نسوي معاك حلقه وحلقتين ما تكفي لكن اللي اخذناه منك انا حاضر وقت ما شاء الله يرحم والديك اللي اخذناه منك ان شاء الله بيسد ونشكرك على هذا اللقاء الطيب وبيض الله وجهك صراحه وجهك ما اعزائي المشاهدين لا يسعنا في اخر الحلقه
إلا أن نشكر الوالد محمد بن سعيد بن الأجبع الخيارين على هذا اللقاء الطيب، ونستودعكم الله في حلقة قادمة إن شاء الله.